حضراتكم من أوائل الناس اللي استثمرتوا في العاصمة الإدارية الجديدة وابتديتوا مشروعات فيها من ساعة ما تم الإعلان عنها، وابتدينا النهاردة نشوف جامعات مش بس شغالة بقالها كذا سنة، لا ده هتخرج كمان طلبة، وبنشوف دلوقتي نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة وحياة بتبتدي تدب في المكان كله. لكن تحويل شركة العاصمة الإدارية بالكامل للطرح في البورصة ويكون ليها عوائد وتبتدي يكون ليها استثمارات أكبر بكتير، ده هنشوفه إمتى. عاصمة جديدة لدولة بقالها 7000 سنة، كان لابد أن يتم النقل من عاصمتنا لمكان أكثر اتساعا، أكثر تطورا، بنية تحتية أفضل. ومن هنا جاءت رؤية رئيس الجمهورية لوجود عاصمة جديدة لمصر، زي دول كتيرة قوي عملت كده، أبرزها ماليزيا، الهند، غيره، اللي قدر يبني عواصم جديدة ينقل فيها حكوماته، ينقل فيها سفاراته، ينقل فيها مواطنين بتوعه، عشان يقدر يدي مساحة لمعالجة العاصمة القديمة وتطويرها، وفي نفس ذات الوقت تبقى وجهة مشرفة للدولة أمام العالم. احنا رحنا العاصمة وهي صحراء، ما كانش فيه شارع تمشي فيه. من أول يوم كان لابد إن احنا نشوف دراسات واضحة وصريحة، لأن المجموعة عندنا طول عمرها شغالة في المقاولات، وشغالة في مواد البناء، وشغالة في صناعة مواد البناء وخلافه، بس احنا بننقل نقلة المطور، فاحنا عايزين نشوف أفضل ديستنيشن أو أفضل مكان نقوم فيه بتطوير أول مشاريع المجموعة. مجموعة اللي بقالها 75 سنة في السوق، لازم لما تيجي تقدم منتج تبقى متأكدة وعارفة إنها بتقدم في المكان المظبوط، إنها رايحة في الاتجاه المظبوط، إنها تقدم برودكت يخدم الناس فعلا. مش عايزين نبقى مطور زيادة بلس وان، لا إحنا عايزين نقدم بلس وان فاليو. والحقيقة إحنا كعتال عندنا فخر إن إحنا شاركنا ولو بجزء بسيط، سواء مطورين أو مقاولين، في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اللي هيصبح حدث فريد مش هيتكرر في مصر في سنين طويلة. وخليني أقولك أن المفاجأة أن أول زيارة ليا للعاصمة كانت 2015-2016 كانت صحراء. العاصمة الإدارية النهاردة منطقة تدعو للفخر، هنشوف أعلى برج في أفريقيا، هنشوف وزارات مصر بالشكل اللي كان لابد أن تظهر عليه الوزارات المصرية من 30-40 سنة، هنشوف بنوك، هنشوف بنوك بنك مركزي بشكل يدعو للفخر، هنشوف بنوك مختلفة، هنشوف ساحة الشعب، هنشوف مجلس وزراء مختلف، هنشوف برلمان يليق بالمصريين، هنشوف مجلس شيوخ يليق بالمصريين، هنشوف أصول رئاسية على أحدث وأعلى مستوى في العالم تمثل دولة بحجم مصر. ده بعيد عن التطوير العقاري وشركات التطوير الحقيقة اللي أكثرها قام بإنهاء مشروعاته أو فتور إنهاء المشروعات أو فتور تسليمات مراحل. فكل ده اتحقق في صحراء اللي كانت مترها لا يساوي شيء لسعر متر يمكن من أعلى أسعار الأمطار في الميدل إيست في الشرق الأوسط دلوقتي. وده كان السبب إن احنا اخترنا أول مشروعاتنا في العاصمة الإدارية النهاردة.